بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. قلنا هي سورة مكية النزول إلا أي تقريب 52 56 سنة تقريب، لا أذكر بالضبط، لكن اللي ختمت به هذه السورة الكريمة هو أن دعوة الله إلينا أن نتأمل في شأن خلقي من أصغرهم إلى أعظمهم، ونتأمل في كل ما ينفعنا التأمل فيه، فمن تأمل في وحدانية الله نجح، لأنه لا يرضى عوضا له، ومن تأمل في قوة الله خاصة قوة الخلق كن فيكون، كذلك عظم شأن الله، لأنه لا أحد يمكن أن يقول لشيء كن فيكون إلا الله سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله جل جلاله وعلى نواه.